كلما اشتد البرد إلا وانطلقت الرحلة نحو الأطعمة التقليدية التي تمنح الدفء والمتعة لدى الجزائريين بكل فئاتهم. وإذا كان البوزلوف قد دخل ثقافة الطعام في الجزائر فإنه في قسنطينة ظهر بنكهة أخرى جعلت منه وجبة تشد إليها الرحال من كل الولايات. لازمني شهر شهر ونص ديما نربدو انا والطفله بنتي وبريسيزيمون نجي لها ناكل بوزلوف. ما كاينش في خشله بوزلوف؟ لا كاين هنا حاجه كاين. لا نجي هنا خل لي فاست فود هذوك ما يدخلوش الدماغ. ما لا نجي ناكل هنا خويا بوزلوف تاعهم راهو طوب. جيت مع بابا من هنا من خمشله دائما نجي ناكل بوزلوف هذا ما كاين حاجة مليحة هو يشتيهم بصح أنا ما نشتيش. نظرة فبسمة فشهية فشم فلقاء وبداية قصة حب تبدأ من أول لقبة ولا تنتهي إلا وطبق البوزلوف قد سلم نفسه لبطون أرادت الدفء في برد قسنطين القارس فوقعت في هيام خاص بطبق الدمغة أو البوزلوف. مدة سنين عندنا مئات تما من جد الجدود تاع الدمغة من خدموا الدمغة هذو تاع التقليدي ومبقين حافظينهم طيبوا فوق الجمرة الواحد وتموا وليتوافدوا من جميع القطر الجزائري من جميع الولايات من الغرب من الشرق من الوسط من كل الاجانب يجيو حتى درك الشناوه وعدوا ياكلوا الدماغ يجيونا لي فرونسي يجيونا الطلاين يجيونا بكل يجيو ياكلوا صار التحضير هو الجمر الفحم كما نقولوا له حنا يعني نجيبوه من الباطوار نحطوه نسلخوه نحطوه من بعد في الفريجيدار ومن بعد نجبدوه نشعلوا له الفحم في الكانون ومن بعد نحطوه في لوجاك كما هكا تاع بكري ومن بعد نحطوه يطيب هو يطيب لمده 4 سوايع 5 سوايع باه يطيب 6 سوايع. نبكروا 4 تاع الصباح حنا نحلوا هنا 4 تاع الصباح 9 10 تاع النهار يطيب السعر تاعو هو اللي شويه مرتفع والفحم هو اللي يطلع الفحم غالي فحم دماغ الراس يدير 100,000 ياكلوه ياكلوه مي ماهيش حاجه كيما هاي رخيصه نقصت شويه الخدمه على حساب الغلاء على حساب الظروف تاع البلاد على حساب هكا الامور هكا في كلش ماشي غير في الدماغ ولا وني كاين مازالوا من جميع الولايات يجيو يقصدونا يجيو ياكلوا ويديو ما حتى سيرك يدي معاه يجي ياكل يعجبو الحال يدي العائله تاعو 4 5 يدي مع النورمال. الدماغ هذا يعني بصفة عامة عنده 3 طرق للطهي رئيسية وهذه أكلة تقليدية معروفة بها مدينة قسنطينة. الأصل نتاع هذه الأكلة هي جاية من الجبال تاع تونس تاع جيجل. احنا باكري يعني مدة أكثر من 100 سنة كان يديروا الطهي تاعو على الجمر يديروا حفرة في الأرض ويحطوا الحطب تحتها ومن بعد يطهيوها في الدوار عندنا ثم انتقلت تدريجيا هذه الطريقة إلى مدينة قسنطينة. علاه؟ لأن عندها بلاك أكثر من أنا جدي كان عنده محل في الجزارين في مدينة قسنطينة يعمل هذا البوزلوف على الجمر والطريقة تاعو أنه يجي الدماغ من بعد يقومون بسلخه وبعدين غسله والمرحلة الثالثة هي الطهي على الجمر تدريجيا يعني يبدأ من الساعة الرابعة
صباحا يعني يكون الدماغ جاهز للأكل حوالي الساعة 8:30 9. أما طرق الطهي كاين ثلاث طرق أنا نعرفها، هي الطريقة التقليدية اللي يديروها مثلا اليوم عيد الأضحى، وهذه يشوطوا بوز اللوف وبعدين يبرشوه ويقطعوه ويطيبوه، سواء يديروا به الكسكسي سواء يديروا به اللوبيا مرقة. كاين الطريقة الثانية هذه مش معروفة كثير، يعرفوها خاصة المناطق الجبلية تاع جيجل، يسميوها الباتشا. والباتشا هذه يقومون بسلخ الدماغ، ينحيلوا يعني الجلد كاريمو، ومن بعد يقصوه اطراف ويحطوه الساع في الماء والملح، لما يستوي ينزعوا اللحم منه ويطيشوا العظام هذه، ومن بعد يعملوا له صلصة بزيت الزيتون والبصل والثوم والطماطم، وبعدين يمسكوا الطرف هذيك تاع اللحم اللي نزعوها من الدماغ يحطوها، تجي شغل الدماغ اون صوص يعني بالباتشا. هذه باتشا يتكل بالكسره تاع الخميره ولا بالخبز ولا، يجي كثير طيب. والطريقه الثالثه هي الطهي على الجمر هكذا تدريجيا شويه بتيت بتيت من الساعه 4 صباحا حتى 8:30 9، يعني فيه الانسان ياكل بوز اللوف. يجي مشتري من الصطيف من عنابة يقول له جيب لي دماغ من قسنطينة. الدماغ ياكل شغل حاجات ياكلها من قسنطينة تقليدية، من العاصمة، من تلمسان، من وهران، من عنابة، من بجاية، من فرنسا. يديهم نعتولهم كيف حتى يفوروا في الاليمينيوم، يفوروا في الكسكاس كيما النعمة، يرجع له كيما شغل كلان هذاك، ماشي يحطوا في الميكرون ولا في الفول ولا في الكوشة. حاجه تقليديه كلش تقليدي تاع بكري، برما يفوروا زي النعمه في الاليمينيوم ويجبدوا ياكلوا شغل دا جديد. في قسنطينة التي اشتهرت بالمعاجن والطواجن والحلويات، تمكن طبق البوزلوف من التسيد على قمة الأطباق، خاصة عندما تهب نسائم البرد على مدينة مدت جسورا من حجر وأخرى من الأطعمة اللذيذة.